يفترض أن أي قرار يصدر من البرلمان لديه جنبة مالية يفترض أن يصدر من الحكومة وليس من أعضاء البرلمان. الحكومة ستطعن بهذا القرار لأن هناك جنبة مالية. ليش هذا القرار من البرلمان دون الرجوع للحكومة؟ دون الرجوع للحكومة، يعني كان يفترض أن القرار يأتي من الحكومة إذا كانت هناك وفرة مالية، هناك إعادة نظر برواتب فئات محددة. الجنبة المالية تأتي من الحكومة، فعملية الطعن من الحكومة ستلغي هذا القرار، ستعطله. يعني لكن مسألة الغلاء المعيشة، مسألة القيمة الاجتماعية لأعضاء مجلس النواب أمام الجمهور، أمام أدواتهم، يفترض أن لا نقوم بإعطاء راتب للنائب ويقوم هو بالإنفاق على بعض العوائل التي يعينها. يفترض أن يكون هناك باب لدى مجلس النواب لمعالجة الحالات الطارئة. يعني العائلة العراقية يعني قد يعني المتوسطة الدخل يفترض أن يعني مليونين دينار، يمكن أن نقول أن هذه العائلة هي ضمن بيئة الحياة المتوسطة. فعندما نقول 8 ملايين مع الامتيازات، يعني المشكلة هي ليست فقط يعني 8 واكو امتيازات، ويا ايش قد يوصل الراتب؟ حماية اكو تحسين معيشة، كسر بجامع ايش قد يوصل الراتب؟ يعني انا اللي اعرفه حسب اللي سامعه انه اول ما يصوت على يكون عضو اكو تحسين معيشة 125 مليون، هيك رقم مباشرة بعد التصويت.